خويا كيف كانت حرقت لي الدار، جيت منا على الدراري وذوك لحقت عليا النار، ما قدرتش باش ندير لها، زربت هربت ولادي، جيت راجع الله لم تحرقت. والله هذه هي، وش راح نقول لك؟ الحمد لله نقولوا ولادي منعوا، صح الحيوانات هذوك ما يتخلفوا، الدار تتخلف ولا ترماد، الدار ولا ترماد كلش، وش راح ندير؟ جاتني في حرقه شويه هكذا، طحت من فوق وروحت بالذراري، عندي صدري هو اللي تخنق من الداخل، قاعد نطفي فيها على جال الطفل الصغير اللي عندي، انا نرجعه هو يدخل، انا نرجعه هو يدخل، هذا هو المشكل برك. يقولوا الحمد لله خي منعوا كل منعوا، صح الدار راح تحرقتك. ربي ربي يخلف على الناس الكل ان شاء الله يا ربي، وربي يجيب الشفاء للناس الكل، وراهم كاينين الناس مضرورين اكثر منا، احنا الحمد لله الصحه راهي لاباس. شوف الناس اخرين راهم تحرقوا، كاين اللي مات، كاين اللي تحرق، كاين اللي صرالو، احنا جاتنا في الديار، ديارهم يتخلفوا، عندي دار اللي حيو قاضتني حاجه واحده برك، الحيوانات كانوا مربوطين تحرقوا، زربتنا النار، زربتنا النار بقوه تحرقوا ان شاء الله يا رب.